السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. تغريدة يمنية تهز العالم. تقرير وإلى التفاصيل. لثلاثة أيام متتالية ظلت أنظار العالم ترقب اليمن، وقد أعادت تغريدة لمتحدثها العسكري العميد يحيى سريع ملف الحرب مع السعودية إلى صدارة المشهد. على الصعيد الإعلامي والتحليلي ظلت التغريدة منذ إعلانها محل اهتمام الكثيرين، وقد تجاوزت المشاهدات لها قرابة 3 ملايين مشاهدة في بضعة ساعات، كما أفردت قنوات وصحف ومواقع ومساحات إعلامية مساحة تحليلية كبيرة لها وأبعاد الطرف المستهدف في ظل الجبهات العدة التي تخوض اليمن غمارها. أما على الصعيد السياسي فقد تداعت قوى كبرى عدة لبحث خفضها، فوصل مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط إلى سلطنة عمان حيث التقى بوفد صنعاء المفاوض، وفي الرياض كانت اتصالات أمريكية وسعودية وصينية تكثف للتهدئة في الوقت الذي سارع فيه وزير الخارجية السعودي لإعلان استعداد بلاده توقيع خارطة الطريق في اليمن وفي أي وقت في رسالة خاصة لصنعاء. اليوم ومع دخول المهلة يومها الأخير أكدت صنعاء تحقيق أهدافها منها بتغريدة أخرى للعميد يحيى سريع اختصرها بقوله تمت بحمد الله، وهو بذلك يشير إلى التقدم في ملفات عدة أبرزها شركة الطيران ومدار صنعاء وهو أحد الملفات العالقة، إضافة إلى ملف الأسرى، في حين تتحدث تقارير إعلامية عن تفاهمات في ملفات أخرى منها التصعيد في البنك المركزي بعدن وملف الاقتصاد والإجراءات الإنسانية والتي تشمل المرتبات. حتى وقت قريب كانت اليمن بحاجة لتوجيه عدة صواريخ ومسيرات إلى الأجواء السعودية لفرض معادلة جديدة، أما اليوم فلم تعد بحاجة لذلك وقد أثبتت كفاءتها وقدرتها عسكريا، ولم تعد تحتاج إلا لتغريدة فقط لإبراز قادتها، وهي كفيلة بتحريك العالم لأجلها. وهذه إحدى المكاسب التي حققتها اليمن بعد نحو 9 سنوات من الحرب والحصار، وقد أصبحت رقماً صعباً في حسابات الإقليم والمجتمع الدولي. أي والله إنه كلام صح. اليوم اليمن أصبح له كلمة، وكلمة مسموعة في العالم، وأصبح العالم ينظر إليه بعين الاحترام والمهابة، وهذا كله بفضل القيادة الحكيمة التي تقود اليمن. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.